النبي عليه الصلاة والسلام تفسر لنا اتفسر عليه الصلاة والسلام من يعني مسلم المسلم الذي يسلم الناس من أذيته، يعني المسلم هو اللي تحقق في المجتمع السلم وتفشي السلام. في حديث آخر في الصحيح عند البخاري سئل النبي أي الإسلام أفضل أي الإسلام خير، قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام، فش السلام عرفتيه ولا ما عرفتيش قول السلام عليكم، خسر والو، بل بالعكس رابح كله أجر. تطعم الطعام هذا الإحسان باليد، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. من يعني السلام عليكم؟ من يعني السلام عليكم؟ السلام عليكم يعني أنت في مأمن من شري، أنت في سلم، أنت سالم من أذيتي، أنت راك سالم، أنا ما غنأذيكش، أنا ما غنأذيكش، أنا ما غنأذيكش. ملي تنقول لك السلام عليكم يعني أنا ما غنأذيكش، ماشي تنقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته باش تصوغ، أه باش تشكم من غمليح، باش تسم في ذرامان، باش تثق فيا مزيان. أنا ما غنقولكش غير السلام عليكم، أنا غنقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وغنناقشك مزيان ونجيبلك بأنه صحة وثبتة، ولكن تؤذيني فيما بعد. ولكن من مور داك الشيء شنو كاين؟ ملي غنتعامل معاك شنو جايب داك السلام؟ شنو؟ داك السلام واش فعلا تحقق في معاملة؟ واش تحقق في البيع والشراء؟ واش تحقق في داك التصرف اللي كان بيني وبينك؟ واش تحقق داك السلام ولا ما تحققش؟ هذا هو افشوا السلام، افشوا السلام. نعم السلام عليكم باش يحبوك الناس، باش تحب الناس، ولكن هذاك السلام عنده معنى، عنده دلالات، عنده أبعاد، عنده أبعاد ينبغي أن تظهر، ينبغي أن تظهر في واقع الحياة. ذاك السلام خصو يبان. كيفاش غيبان؟ أن يسلم الناس من أذيتك، أن الناس يسلمون من أذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا البعد ديال المعاملات والأخلاق، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه فقال وإنك لعلى خلق خلق عظيم. مدح الأخلاق ديال والمعاملة ديال، تيقول لنا عليه الصلاة والسلام المسلم، ونعرف أن هذا الحديث كل ما حافظينه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شتو هذا الحديث؟ هذا الحديث على وجازة ألفاظه وعلى قلة كلماته يجمع جميع مشكلات الحياة. شتي المشكلات اللي احنا تنعيشوها في الحياة كلها السبب ديالها شنو؟ أننا لم نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم، من سلم المسلمون من أن يسلم الناس من أذيته، من أذية اللسان. كم من بيوت خربت بسبب اللسان، كم من نساء طلقت بسبب اللسان، كم من أواصي الرحم قطعت بسبب اللسان، كم من جريمة ارتكبت بسبب اللسان، كم من صداقة شددت بسبب اللسان، كم وكم وكم وكم. شحال من قطيعة رحيم، شحال من واحد دابا ما تمشيش عند عمو، ما تمشيش عند خالو، ما تتزاوروش باش باش وفاق رثي مرارة ولو مازال غنجيو ليات احنا غير في اللسان. ارحال قاتلنا فرانا، قاتلنا سفرانا، قاينا يفران، قايوضا نغضر خضا، قاينا قيعلق قيقا قيفعل تتكبر هضرة. قطعات الرحيم، قطعات الرحيم. شحال من بيت طلقات الزوجة مع الزوج وتخربات البيوت وضاع الأبناء والأطفال، سبب شنو؟ الهضرة، الهضرة. لا قضى مغاه نشتنا، لا قيم ما شتناي، لا قوتش ما شتناي، لا قيم ما شت سريغاس، لا قضى الناس فرانا، لا قيوضا يضر خبار سفرانا. اللسان أذية اللسان، أذية اللسان تتيوصل البيت انه تترون، تترون. شحال من صداقه مشات سبب ما؟ اللسان، اللسان. شحال من قضيه في المحكمه سببها شنو؟ سببها شنو؟ اللسان، اللسان. يا كاين كاين يعني مخالفات وكاين تهم ديال القذف وديال السب وديال الشتم، خلينا عاد غنوصلوا للضرب والجرح وغير ذلك. مازال
سبان وشتيم وكذا الناس كيدعوا عليه. علاش؟ لان ما فهمناش شكون هو المسلم. من يعنى مسلم؟ المسلم من سلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. اذا سلم الناس من لسانه، الى الناس سلموا من اللسان، من أذية اللسان، الغيبة من أذية اللسان، النميمة من أذية اللسان، الكذب من أذية اللسان، خلف الموعد من أذية اللسان، تتبع العورات من أذية اللسان، القذف من أذية اللسان، أكل أموال الناس بالحلف الكاذب من أذية اللسان، شهادة الزور من أذية اللسان. وقس على ذلك، قس على ذلك، شحال من أذية ديال اللسان. اللسان راه أخطر شيء. ولذلك معاذ بن جبل وهو فقيه الأمة وأفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفقه الصحابة كما أخبر المصطفى، أفرضكم زيد وأفقهكم معاذ. لم يستقص النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عليه جوامع الإسلام والإيمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على جماع ذلك كله؟ أشي نغمني سمونا نتقني مرة نقول لك شنو تيجمع داك الشيء كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قل لي يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. شد هذا، شد هذا، أمسك عليك هذا. معاذ تيسول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لمحاسبون، غادي نتحاسبوا على داك الشيء اللي نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم؟ ما غامين يتجني وذن وطن دي جهنم من غير هذا اللسان، من غير هذا اللسان اللي تيطلقوا الإنسان يفري، يفري في الأعراض، يقطع في العلاقات، يدمر في البيوت، يخرب في العائلات، يشدد في الأسر، يمزق في العلاقات. هذا اللسان، هذا اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا سلم يعني أمسر. قال: جا مسرموني وعيت إذن بوي وذان سير سير. هذه الأول ما كيأذيش الناس بلساني. خون شينا قنضي المسجد ما رايث نغ بدءا مني وجبد، لا نستثني أحدا، مركب النقص يأبى إلا النقص. كل واحد فينا يشوف لسانه فين وصل، مجموعة ديال القضايا ومجموعة ديال الأمور ومجموعة ديال العلاقات. هذا لسان، هذا لسان، هذا اللسان اللي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الملك القدير الغني عن الشريك والوزير، المنزه عن الضد والند والشبيه والنظير. نحمده أن من علينا بنعمة الإسلام، ونشكره أن جعلنا من أمة خير الأنام، ونستعينه على قضاء حوائج الأيام، ونستغفره من كل ذنوب والأثام، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإيمان، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه، من لسانه. دخل فيه جميع الذنوب والمعاصي والكبائر ديال هذا اللسان. الجرأة على الله في القنوات، في القنوات وفي وسائل الإعلام، من أذية اللسان، من أذية اللسان، من أذية اللسان. تتبع عورات الناس وإفشاؤها من أذية اللسان، من أذية اللسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه. تجريح العلماء من أذية اللسان، من أذية اللسان. تتبع السقطات والزلات، إن كانت سقطات، إن كانت سقطات، إن كانت زلات، إن كانت زلات، من أذية اللسان، من أذية اللسان. صلى الله السلامة والعافية. التشهير بالعلماء وبالمشايخ من أذية اللسان، من أذية اللسان. أقشى مسلم، أقشى سني. من يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أن يسلم الناس من لسانه. ويده، ويده بعد اللسان تأتي أذية اليد. الضرب من أذية اليد، والقتل من أذية اليد، والسرقة من أذية اليد، والرشوة
من أذية اليد، والتوقيع على شهادة الزور من أذية اليد. أذية اليد سميت قفوزني، خيش دي قفوز، شافتي هاد اليد نشتا تديرو راه ماشي تتآذي، ماشي تتآذي، مصيبة مصيبة. راه غي توقيع واحد، غي توقيع واحد راه ينتهك حقوق المئات والعشرات والآلاف. توقيع واحد، توقيع واحد، أذية اليد. من أذية اليد الإنسان تيأذي بيتو، توي الشهود نزوه يلا كيدي تشهدم، يلا نمشيو نشهدو معاك، زيد انا حنشهد، انا حنشهد، واه فيرما 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 هاغش، روح اشهد فيرما، روح هاغش فيرما، روح هاغش فيرما، روح هاغش. من أذية اليسر، من أذية اليسر، راحت اقشمني غذكر العلامة، اغش اقل العلامة، نضع روح، أذية اليد. من أذية اليد، من أذية اليد، من أذية اليد، راه اليد واحد العدد ديال اليدين، نقولوش أيدي الخفاء، واحد العدد ديال اليدين كتقرر مصير ديال دول ومصير ديال شعوب ومصير ديال أمم. هاد اليد نستهنوش بها، وزي سنتهي نشاز كفوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه زيد ويده، ويده ويده. هتوقع على واحد المشروع اللي غيفسد المجتمع، اللي غيفسد الأمة، غتوقع على واحد الاتفاقية اللي غتغرق الناس في الفساد. من أذية اليد، من أذية اليد، من أذية اليد، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويده. اللي تدير شي حاجة بيديك عارف اش تدير، ملي تحط شي حاجة عارف اش تتحط، ملي توقع على شي حاجة عارف علاش تتوقع، أي حاجة، أي حاجة. من أذية اليد، ومن أذية اليد، أذية اليد. أنا أستاذ، هذا ولدي أو ولد عمي أو ولد خويا أو ولد خسي، وهذاك ما تنعرفوش، وهذاك جايب نقطة ممتازة ويستحق نقطة عالية، ولكن هذا ديالي ياك، ومن اللي غنجي نحط ليه غنحط ليه أكثر من الآخر. من أذية اليد، أذيته بيدي، أذيته بيدي، راك أذيتيه، تجوت إذيتش راك أذيتيه، وديك النقطة هو راه كان كيجتهد ليها وكيدير مجهود وطامع وباني عليها آمال وأحلام، وتيتسنى تيتسنى لأنه هو ما قادرش يقرأ في مؤسسة خاصة، باه ما عندوش باش يسير عليه باش يقرأ ويجيب شهادة ودبلوم. هذا خصو يقرأ في العمومي ويوصل، ويصل، ولكن باش يوصل خصو نقطة عالية، وتنتيجتهد وتيدمر، ما خليتيهش يوصل، انت عرقلتيه، انت عرقلتيه. شكيلة زيد بن قبريد، تلي نقصتي ليه النقطة، تلي طيحتيه الأرض،